رجعنا لكم تاني، وطبعا متاسف على القطع لكن ده من المصدر، من لسه مش من عندنا يعني، بنحاول ان احنا نشوف هيرجع ازاي، ولكن لغايه دلوقتي 1-1 نتيجه لقاء الشوط الاول او نتيجه الشوط الاول بين وادي دجله ودمنهور. اداء يمكن متوازن من فريق دمنهور، ولكن الاداء واللغز فعلا هو في اداء وادي دجله. ده يمكن تصوير من عندنا احنا، الكاميرا بتاعتنا اللي في الملعب هي اللي بعت دلوقتي الصوره دي، ده مش طبعا تصوير الطبيعي، ده صوره الكاميرا بتاعتنا الاستوديو الحياه او يعني تلفزيون الحياه، الصوره التلفزيون اللي بتاع الحياه اللي احنا باعتينه عشان يعمل تغطيه المباراه، هو دلوقتي اللي بينقل اللقاء. النتيجه حتى الان 1-1، طبعا المصدر هو السبب في القطع، الصوره اللي كانت موجوده من شويه. نتمنى ان شاء الله احنا نرجع بشكل طبيعي، ده طبعا احنا بنحاول ان احنا نعمل اي حاجه عشان المشاهد يشوف المباراة بإمكانياتنا الشخصية، يعني من إمكانيات قناة الحياة وتلفزيون الحياة، يعني انتوا هتلاقوا الحتة دي موجودة عندنا احنا بس، مش هتلاقوا حد تاني زي الماتش، لأن زي ما قلت لكم الصورة مقطوعة من المصدر، ولكن ده تلفزيون الحياة هو الكاميرا بتاعته اللي متواجدة هناك لنشوف أحداث الشوط الأول. نكملها يمكن شفنا الشوط الأول وشفنا اعلق بقى ولا اعمل ايه انا مع زي كابتن حماد؟ خلي فتحي يعلق. لا احنا هنحلل واحنا بنتكلم، نعمل بقى التحليل مع الماتش وهو شغال يا كابتن فتحي وكابتن رامي، هي بصراحه تبقى حاجه جديده لذيذ يعني، ممكن يبقى بدايه حاجه جديده والله، تبقى صيحه جديده في صيحه جديده في عالم التحليل والتعليق. طيب الماتش الشوط الاول، يعني اللقاء دايما الشوط الاول ضغط من وادي دجله وكونتر اتاكس دايما من دمنهور، وادي عفروتو وفرق السرعات كبير جدا، وتاني هجمه بشكل الاولى حماده الغنام وادي عفروتو. ايه بقى المفاجاه فعلا؟ يعني النهارده في مفاجاه زي ما قلنا في اول ماتش ما حدش توقعها خالص ولا ايه؟ انا بعتذر عن لا لسه في 90 دقيقه قلت معلش، بس لغايه دلوقتي لازم نشوف انه الاصول والمعايير الفنيه في المباريات المحليه مش عايز اكمل السجع بتاع مباريات تانية يعني ممكن يبقى فيها نخش، لكن المنطق كان بيقول ايه؟ بيقول ان فرقه بتغير عدد كبير من اللعيبه، فرقه كيانها الرئيسي زي ما اتفقنا ثابت، فرقه لازم تلعب للفوز عشان تخش المربع الذهبي.